بهدفين دون مقابل. أتى بإمضاء تيغالي وطحنون الزعابي. غادر الوحدة ملعب اتحاد كلباء محملاً بانتصار وثلاث نقاط في غاية الأهمية. أبقت الفريق على مقربة من شباب الأهلي المتصدر والشارق الوصيف، ورفع أصحاب السعادة رصيدهم إلى 30 نقطة عند المركز الثالث بفارق 2 عن صاحب القمة، وسجل العين انتصاره الثالث توالياً، وأبقى على أماله في الاحتفاظ بلقبه بعد فوزه على مستضيفه الظفرة بأربعة أهداف مقابل واحد على استاد حمدان بن زايد. وبات العين رابعاً في الترتيب بشكل مؤقت بفضل وصوله إلى النقطة 28 في الوقت الذي بقي الظفرة فيه بمركز الهبوط 13 بسبع نقاط فقط. وأبقى الشارق الضغط على شباب الأهلي وعلى فارق النقطة الواحدة بينهما عندما عاد من ميدان بنياس بانتصار ساحق برباعية نظيفة، وأنهى الشارق الشوط الأول بهدف ماكيت ديوب قبل أن يضيف كايو هدفين وزميله خالد إبراهيم واحدا آخر في الشوط الثاني. ورفع الشارق رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بنياس عند 18 نقطة. أزدل اليوم الستار على منافسات جولة سيدني لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وتعد المحطة الأسترالية سلسلة جديدة للبطولة التي تقام في مختلف قارات العالم، وتأتي تأكيداً لعمل وجهد رابطة أبوظبي لمحترفي الجيوجيتسو في نشر اللعبة وجذب المنافسين إلى جولاتها في كل أنحاء العالم. وشهدت البطولة الجديدة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من 63 نادياً وأكاديمية يمثلون 25 دولة حول العالم، بمن فيهم لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني الذي يستعد حالياً للمشاركة في بطولة آسيا. لا يزال نابولي يغرد خارج السرب ويطيح بخصومه منفرداً بصدارة الدوري الإيطالي بعد عودته بالفوز من ميدان سبيزيا بثلاثية دون مقابل ضمن الجولة 21، وإضافة إلى رفع فارق تقدمه عن أقرب مطارديه إلى 16 نقطة مؤقتاً، عزز هدافه فيكتور أوسيبين صدارته للهدافين بعد أن أحرز الهدفين الثانية والثالث واصلاً إلى رصيد 16 هدفاً. وواصل ساسولو سلسلة مفاجآته وألحق الهزيمة الأولى بأتلانتا منذ العودة بعد كأس العالم بهدف سجله أرمان لوريان في الشوط الثاني. فوز هام جعل الفريق يرتقي إلى المركز 15 مبتعداً بعشر نقاط عن مناطق الهبوط. واستعاد روما نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه إمبولي بثنائية تحققت في غضون 4 دقائق بواسطة إيبانيس وتامي إبراهام، وبات روما في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 40 نقطة.